بالنسبة لعملية التلقيح بالنسبة على الماعز أو الأغنام بتتم إزاي؟ نفس القصة، الماعز والأغنام بنجمع بمهبل صناعي بس حجمه أصغر طبعاً بتاع البقر، وبناخد عينة ونخففها ونقسمها سترو بردك، وتتحفز في النيتروجين السائل عند ناقص 196 درجة، ممكن تقعد لغاية 25 سنة صالحة للاستخدام. كمان المعهد بيعمل على تشخيص الأمراض التناسلية باستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية، ومنها البي سي آر والريال تايم بي سي آر، وعلاج التهاب الضرع في الأبقار والجاموس باستخدام تقنية النانو تكنولوجي. دكتورة آيات الشامي، باحث بقسم التلقيح الصناعي التابع لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، أهلا بك. أهلا بحضرتك. إحنا دلوقتي بعد وصول العينة السائل المنوي هنا في القسم، بنتعامل معها إزاي؟ مبدئيا كده اول ما العينه بتوصلي من شباك التجميع انا باخدها على طول دايركت على الحضانه عند 37 درجه. كل الادوات اللي بستخدمها في عمليه البروسيسنج لازم تكون متظبطه عند 37 درجه. باخد العينه الاول وبوصلها لتخفيف واحد لواحد، وابتدي افحص الموتيليتي بتاعتها واشوف المورفولوجيكال ابنورمالتيز بتاعتها. ما بتبتديش عمليه التجميد الا اذا كانت العينه بتاعتي اوف جود كواليتي سيمن، يعني عينه كفائتها عاليه، تكون مثلا موتيليتي الانيشال بتاعتها 80% ونسبه الابنورمالتيز قليله جدا. ابتدي العينه اوصلها اشوف الكونسنتريشن بتاعها او تركيز الحيوانات المنويه فيها، وبناء على التركيز ابتدي اخفف للفاينل دايليوشن اللي انا اوصل ان كل سترو يكون فيها 50 مليون سبيرم. خلاص ببتدي العينه خلاص بعد وصلتها ل 37 وخففتها بالمخفف اللي كنت مجهزاه عن 37 درجه، ابتدي بعديها او انقلها للثلاجه علشان انزل درجه الحراره من 36 ل 4 درجات في خلال ساعتين. بعد الساعتين ابتدي اسيبها حاجه تانية اسمها ايكوليبريشن، عشان بس بيحصل ان هي المواد اللي هي مناعه التسلق ان هي يحصل لها تخش جوه الحيوان المنوي وتحفظه، وبسيبها ساعتين كمان. بعد الساعتين ابتدي اعبي في فرنش سترولز ربع ملي بالمكنه بتاعتنا، بتعمل اوتوماتيك فيلينج واوتوماتيك وثيرمال سيلينج. بعد ما بيحصل لها ثيرمال سيلينج بنقل الراك بتاعي واحطه على ابتدي عمليه التجميد. الاول عمليه التبريد في الثلاجه اللي هي بتاخد الفتره اللي هي الايكوليبريشن، وبعد الايكوليبريشن بعد كده بنخش على التانك بتاع النيتروجين، ابتدي انزل درجه الحراره اللي هو بيحصل تجميد على الفيبر بتاع النيتروجين. بحط الراك على ارتفاع من 5 ل 8 سم فوق مستوى سطح النيتروجين لمده ربع ساعه. بعديها بعمل اكون مجهزه الجوبلت بتاعتي، معمول لها ايدنتيفيكيشن للتاريخ والاسم الطلوع اللي انا مجمعه منه، وبعد كده اهوت اعمل لها ديبنج في الليكويد نيتروجين واخزنها في التانك بتاعي. على الاقل بعد 24 ساعه ابتدي افحص العينه بتاعتي اشوف الكواليتي بتاعت العينه بعد ما حصل لها عمليه التجميد. تمام. عينه الماعز او الاغنام تختلف عن العينات طلقت الابقار؟ لا، عمليه البروسيسنج كلها بتبقى واحده تقريبا، بس بيختلف مثلا مستوى سطح النيتروجين اللي انا بجمد عليه. تمام. المده الزمنيه لخروج العينه هنا للمزرعه قد ايه؟ يعني النهارده عندي عينه مجمده وتخرج من المزرعه من القسم هنا، مدتها الزمنيه قد ايه؟ احنا المفروض ان احنا بعد ما خزننا خلاص حضرتك بتاخدها في الليكويد نيتروجين تانك وبتوزعها براحتك، بتقعد معاك ممكن تفضل محفوظه لمده 10 سنين بشرط انك تكون انت واخد بالك من مستوى الليكويد نيتروجين في التانك ما يكونش بينشف منك. يعني لو بتزود بريودك منتظم خلاص العينه بتفضل عايشه معاك.